فعلا صالح نهيمة بالشوط الاخير هدف ويرفع على راس الفيربو بالطير يعني المنصور ومنصور داخل وبنهيمة بالمرمى وهدف الهلال يمثله اليوم ابراهيم العبود في حراسة المرمى عبد العزيز الراجح وحسين البيشي وسلطان مهنا وصالح النعيمة وفهد المصابيح وعبد العزيز جربوع وفهد عبد الواحد فهودي ومنصور الرحمة وعادل عبد الرحيم وعبد الرحمن محمد الصالح إبراهيم اليوسف حارس احتياطي سلطان عيسى ومنصور سلطان نصيب ومنصور الأحمد ومنصور بشير وخالد الغانم تروح لخالد الغانم بعيد خالد الغانم يشوتها في الجول لقاءاتي مبارياتي تصفياتي كأس جلالة الملك المعظم في دوري الثمانية والفائز في هذه المباراة يدخل دوري الأربعة ويتقابل مع الفائز من فريقي التعاون والكوكب سالم الجبرين كرة معاه شيلها منه خالد الغانم وداخل خالد الغانم ودخل خطرة يدخل سالم الجبرين مرة ثانية يلعبها ناحية حماد الحماد يشيلها منه سلطان تروح العادل عبد الرحيم مع سليمان نفيسة حاول يمر ويمشي عادل برضو داخل عادل بحاول يعكس لكن تطلع الكرة ملعب الهلال يلعبها ناحية خالد نايف مرزوق معاه برضو ماشي لكن يقطعها منه البيشي تروح للسويلم يلعبها ناحية برونو يشيلها منه حسين البيشي برضو ماشي حسين يعدي من واحد برضو الكرة معاه ويلعبها حاول يمر يلعبها حلوة محمد هاشم بانا مع الكرة ويشيلها منه فهودي تروح لصبيح صبيح يمر من واحد واثنين وبرضه الكرة معاه ويلعبها لعبد الرحمن صالح معاه الكرة ويلعبها محمد هاشم بانا قدامه نايف مرزوق يدخل صالح ويقطع الكرة منه ويطلعها قدام يلعبها ناحية صبيح لخالد الغانم يلعب كرة طويلة ناحية منصور بشير برضو الكرة مع منصور داخل منصور خطرة يلعبها منصور مر من جنب حصل فيه تغيير للهلال طلع منصور بشير ونزل بداله منصور الرحمة على فكرة الهلال غيروا الملابس حقتهم فيه صار فيه بالنص يلعبها ناحية خالد المعجل ويدخل عليه صالح النعيمة يشيلها منه صالح ويشوف يدي لمين برضو الكرة مع صالح ويلعبها طويلة ناحية مصابيح وداخل مصابيح ومعاه نواف خميس حصلها مصابيح وتطول عليه ويمسك ناحية خالد المعجل شيل عبد الرحمن صالح تروح لمنصور الرحمة معاه الكرة
وسبيح يعدي من سلطان برضو الكره معاه تروح لعبد العزيز الراجع من عبد الرحمن صالح تروح لحماد الحماد حصل على صدره من بعيد جدا عند الغرب ويمسكها حارس نفسه ويمررها لنايف مرزوق نايف مرزوق ماشي 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 نايف ويلعبها ناحيه خادم عدل لكن يبقى سلطان مهنا ويشيلها ويبعدها يلعبها عاليه ناحيه برونو لكن صالح النعيمه بعدها براسه تروح لفهودي يلعبها لعادل عبد الرحيم عادل عبد الرحيم معاه الكره وماشي ويلعبها طويله ناحيه فهد المصبيح ويمشي فهد المصبيح لكن في خطا على الشباب الراجح يلعبها لخالد الغانم خالد الغانم ناحيه عادل عبد الرحيم يلعبها المصبيح وداخل المصبيح وداخل وتطول عليه في تغيير للهلال حيطلع منصور الرحمه حيدخل سلطان بن نصير برونو براسه يلعبها ناحيه نايف نايف يلعبها ناحيه خالد المعجل ويدخل حسين البيشي ويشيلها منه يلعبها طويله قدام ناحيه سلطان بن نصير خالد الغانم يلعب كره طويله قدام ناحيه المصيبيح تروح لسلطان من بعيد سلطان يشوتها ناحيه الجول ويمسك يسيبها لخالد الغانم خالد الغانم ينقلها ناحيه عادل عبد الرحيم ويمشي عادل وداخل عادل حاور برضه الكره معاه ويشوت ناحيه الجول ومن جنب صلاح محمد هاشم بانه يبعدها تروح لصالح النعيمه على ارض صالح حاور لعبها طويله ناحيه سلطان بالنصيب داخل سلطان ويشوتها عاليه وبعيده وتطلع برا من الاضافي لكن الحكم بيلعب في الضايع سلطان مهنا سلطان بالنصيب من بعيد يشوتها وتصيد الحارس وتروح مره ثانيه عادل عبد الرحيم ويمسكها حارس المرمى تقول واحد الشباب لا شيء الهلال خالد المعجل وقت اضافي برونو يعكسها لمين بالراس في الجول يمسكها وطلعها صالح النعيمه وتروح النايف يلعبها عاليه مره ثانيه ويبعدوها ويروح خالد عبده برجله يبعدها لكن صالح النعيمه ما عنده واحد هو الوحيد اللي بيهاجم شايفين معاها حسين البيشي لوحده يحاول يمر من حسين لكن يشيلها منه حسين يلعبها تتلعب مع عبد الرحمن صالح يلعبها طويله قدام تروح لخالد الغانم بعيد خالد الغانم يشوتها بالجول سيبه ومعقول الهدف الاول للهلال في الوقت الضايع سجل الهلال التعادل يا الله كرة حلوة من خالد الغانم يعطي الحكم 5 ضربات جزائية لكل فريق في الوقت هذا أترك الميكروفون للزميل الأستاذ خالد اليوسف حتى أخذ راحة شوية على بال ما أرجع لكم لضربات الجزاء الجماهير هنا هذه الجماهير يسدد أول ضربة للهلال ويسددها جول 1-1 حتى سلطان الظاهر الفريقين مركزين حتى جول فهد هو اللي حيسدد حطها عادل صدها الحارس الهلال ما تسددت لانه الفارق هدفين ما دام الفارق هدفين حتى لو الهلال سجل الضربه او اضاعها فانها لكن 4 اهداف للشباب ابراهيم العبود في حراسه المرمى عبد العزيز الراجح وحسين البيشي وسلطان مهنا وصالح النعيمه وفهد المصبيح وعبد العزيز جربوع وفهد عبد الواحد فهودي منصور الرحمه وعادل عبد الرحيم وعبد الرحمن محمد الصالح ال 82 فاز الاهلي و 83 فاز الاتحاد و 84 فاز الهلال فهد عبد الواحد فهودي لفهد المصبيح لعادل عبد الرحيم
لعبه قدام الجربوع اللي بيموه بجسمه وبيجري ومع صلاح عياد ياخدها ويلعبها على طول، لكن تروح لعادل، عادل يموه كمان بجسمه بيحاور موه مرتين ومعاه قدامه عثمان ويلعبها بالعرض مصبيح يرجعها ترجع مرة تانية الفهد وتتلاعب خطأ تلاعب كرة هناك ناحية عبد العزيز الراجح والهلال ينظم هجمة عادل وماشي ومن بعيد بشوط تصطم في حامد ويبعدها سعد عيسى لعبها طويلة ناحية أبو سمرة وصالح النعيمة طويل يقطعها لعبها طويلة ناحية أبو سمرة يقطعها حسين بيشي براسه تروح ناحية سلطان المهنة اللي بيموه بمد جسمه بين الهلال والاتحاد كرة مع الهلال حسين البيشي بيلعب كرة طويلة هناك لمنصور أحمد بتتلعب بالراس ناحية قدام حسين بيشي برضه طويلة على صدره بيهدي اللعب فيها لصالح النعيمة اللاعب الهادي وكابتن الهلال بيلعبها طويلة قدام بيجري فهودي فهد المصبيح 6-6 مصبيح للمصبيح تاني وبيدور على واحد فاضي احمد بيزيد يقطعها ياخدها عادل داخل منطقة الجزاء وبيحاول ويصفر الحكم وفي خطأ فهودي مستعد الشغلانة دي او الشوطة في صالح النعيمة وفعلا صالح النعيمة بشوطة هدف 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 ويشوف صالح النعيمة شوطة قوية يشوفها تاني خش راسه حسين وبيخش تروح اللعيب طويلة قدام لأبو سمرة وبيخش صالح يوم صالح فتح عينه صالح النعيمة حسين بيشي لسريحي اللي بيلعبها قدام لعيد لسريحي مرة تانية وماشي برضه سريحي ويقطعها منه عبد الرحمن الصالح هناك لكن اقطعها فهودي ضل الجربوع لعادل للجربوع تاني لعادل لعادل تاني بيلعبها طويلة قدام لمنصور قدامه حسين البيش يديها لأبو سمرة وخش صالح النعيمة لمنصور فهد المصبيح هلال بينظم هجمة من الأول و طويلة هناك ناحية فهد اللي وصل عند الكورنر وهيرفع ويرفع على راس الجربوع ويبعدوها ويصفر الحكم ويحسب هدف للهلال الجربوع شاطها ويحسبها حكم هدف فهودي رفع رفعة حلوة وأصبحت النتيجة هذا فهودي هيرفع هنا بيرفع بيخش الجربوع وبراسه وبيسجل صدمت في القائم والعرضة وبيسجل الهدف الثاني للهلال في هدفين للهلال مقابل لا شيء للاتحاد و اياد رجع لسريحي اللي بيلعبها وتتخطف منه ياخذها منصور لعادل وبيجري عادل ومعاه حامد ورجعها بيحاور ويديها خطا لسلطان يمسكها وياخذها لعبها ناحيه عادل يديها للجربوع وبيجري ماشي الجربوع وبيلعبها طويله قدام وبيخش ويخش مع حارس المرمى بيخش فريق الهلال بتنقطع عثمان بيحاول ياخذها فهودي فهودي ماشي احمد بيزيد يقطعها لكن برضه مع فهودي لمنصور منصور وماشي معاه صلاح طلع له هي وحيشوط ويشوط ويسجل حامد الهدف الاول للاتحاد في اللوحه تقول 2 للهلال 1 للاتحاد سمره ثاني لعيسى وماشي عيسى ويديها ل تنقطع
بيشي وماشي وبيجري ويدي العادل الفاضي وبيجري عادل وقدامه منصور ويلعب المنصور راح المنصور ويطلع احمد ويمسك كوره وبيحاور ويلعبها بالعرض وعلى صدر صالح النعيمه يبعدها يخرج منصور الرحمه يروح يخش منصور بشير لعب كره ابو عزيز الراجح ابو قدام ده منصور بشير اللي عارفينه طبعا بيموت بجسمه ورمى على طول منصور ما عنده لعب برضو لعب الكره لفهد مسابيح نقلت هناك سلطان عادل بيحاور برضو مع ذلك الكره معاك بتاع حامد صبحي ماشي حامد بلعب على طول لابو سمره بعيده انقطع صالح النايمه بياخدها ويلعبها ويجلي عنها ساعد بريك وتروح تتلعب ويبعدها وبيشوط وتصدم في حسين البيشي ياخدها وحسين رغم انه قلب دفاع الا ان نلاحظه دايما ان هو بيهاجم زي كده وصل نص الملعب سلمها وهيرجع مره ثانيه لاعب لعادل لمنصور بشير اقطعها حسين بيشي يقول لزملاء اطلع قدام فيها لكابتن الفريق صالح النعيم عبد الرحمن صالح يحاول وماشي فات من عثمان اقطعها حامد وخاف منطقه مصابيح يديها لفهد عبد الواحد من بعيد بشوطها تصدم وترجع لفهد لعادل لفهد مصابيح مرة ثانية وبعيدها جمال فرحان لاعب كرة أخيرة توصل عند الجربوع وخطأ يلعبها عرضية ويديها الفهودي وبشوطها بالمرمى وتبلت من ايد حارس المرمى ويخش مرة ثانية اللي لعبها فريقهم منصور ما لعب مع الكوكب ولا جمال ما لعب مع الوحدة لأنهم كانوا مصابين واليوم نشاهدهم معنا في هذه المباراة. عبد العزيز الراجح بيلعب كرة طويلة قدام لمنصور بشير وبيموه بجسمه ويلعبها تاني لمنصور ومنصور داخل وبيلعبها بالمرمى والهدف هدف الهدف الثالث منصور هدف ثالث سجل الهلال على قد ما كان صلاح اياد بيموه قدام منصور هنشوفها تاني شوفها تاني الكوره راحت لمنصور هذه منصور جايبين منصور ودخل بها داخل منطقه الجزاء وبيجروا وراها لكن كيدو حط رجله في الكوره وشاطها وهنا حصل ثلاثة أهداف هذه لقطة ثانية شوف هذا منصور بيلعب وبتنباص لي ثاني ويلعبها وتصدم برجل واحد من لعيبة الهلال ويبغى يرفع وبيرفع هناك ناحية عيسى ولكن تروح لأبو سمرة وشوتها ضعيفة وتمشي جنب تجيها لأبو سمرة لكن اقطعها حسين بيشي وياشي فيها الجربوع لعبة قدام خش حسين اللي وصل لغاية 27 دقيقة والنتيجة 3 الهلال 1 يستانى في اللعب مرة ثانية وكرة طويلة لمنصور الرحمة وبيجري صلاح بيرجع لأبو سمرة وداخل بيها أبو سمرة طولت عليه صح حسين بيشي حسين بيشي ماشي وحسين المرة دي بيهاجم ماشي برضه مهاجم بيحاول يلعبها لنمرة 14 لاعب اهد ونخش ابراهيم لعبود ونسكى هجمه ثانيه للهلال ده عادل بيحاول بيموت طالع هي صلاح 15 ويرفعها هناك ناحيه ابو سمر على صدره وبيحاور وبيلعبها ناحيه المرمى ومسكها ابراهيم اتشات شوطه ناحيه المرمى ويمسكها حارس المرمى صالح نعيمه يهدي اللعب يهدي لعبد الله الجربوع
وجنبه عادل وفعلا ديال عادل وديال عبد الله تاني قدام المرمى. واه فرصه ديال لعب السيد لعبها يرجع مره ثانيه لحمود القرني طاحها صالح طاحها عبد الله السريحي طاحوها الهلال عادل يلعب كره قدام لحد فهد ومنصور قدام بشير لما هو راضين يدلوا هي عشان تسللوا فعلا يدلوا هي وبيحاور ويشوطها نمرة 8 من بعيد اللي هو عادل هيغير منصور بشير وهيخش خالد الغانم يساعد بريك اللاعب داخل منطقة الجزاء ينقطع يجري ابو سمره ويجي خالد الغانم ياخذ الكرة وتلاعب ناحية عادل عبد الرحيم وماشي عادل وخالد جنبه ولعبها من بعيد وتصبح في ظهر حامل الوقت الاصلي انتهى بيلعب خالد الغانم اللي عند عادل وعادل بيحاور رجع كرة بيحاور برضه ويفوت من سعد بريك مرة ثانية خالد الغانم ماركو ماشي خالد بيلعب كرة طويلة قدام ناحية نمرة 7 في صفارة في صفارة صفارة عبد الله السريحي ويصفر الحكم ويعلن الأستاذ محمد فودة بنهاية مباراة الكأس وفوز الهلال ب3-1 وفوزه بكأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. سيداتي سادتي في نهاية هذا اللقاء نشكركم ونشكر كل من نقل لكم هذه الصورة. شكرا لكم من زاهد بوسي وعبد الله فجسير والميكروفون الآن مع الزميل خالد اليوسف الذي سيتابع مع نقل وقائع تسليم الكأس وكل عام وأنتم بخير. الكروية الكبير بين عملاقي وقطبي الكرة في المنطقتين الوسطى. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة الرياضيون، في هذه اللحظة يطل حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد الأمين من على المنصة، وكما تشاهدون وتسمعون هتافات الجماهير والتشجيع والحماس، ويلوح أمين هذه البلاد بل أمين العروبة والإسلام بيده الكريمة ردا التحية بأحسن منها، ويقف أيضا هنا والتي انتهت بفوز الهلال ب3 أهداف ضد هدف واحد لصالح فريق الميداليات الذهبية. وعد صال الحكم انتهى واستلم جائزته، والآن يستلم صالح النعيمة كابتن فريق الهلال الكأس الذهبية من يد حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز، وها هو يقبل الكأس ويرفعه عاليا بين هتافات وصيحات الجماهير التي تشاهدونها هنا وتستمعون إليها، ويسلم صالح النعيمة الكأس لإبراهيم العبود حارس مرمى الهلال، ثم يتابع تسليمه لزملائه واحدا بعد الآخر، وفي ذات الوقت يتشرفون بالسلام على حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز ويتسلمون ميدالياتهم الذهبية، وهم فرحون بهذه اللحظة التي جنوا فيها ثمرة الجهد والكفاح والصبر والمثابرة في ختام هذا الموسم الكروي المتوج باستلام الكأس. وما هذه اللقاءات الرياضية وبرعاية أعلى مستويات المسؤولية في الدولة إلا رعاية كبيرة للرياضة والرياضيين
وهي شمول من الملك المفدى وسمو ولي عهده الأمين، شمول الحنان الأبوي لأبناء خالد والفحم، وتلاحم أسري كبير بين الملك وولي عهده الأمين وأبنائهما الرياضيين. إداريو نادي الهلال الآن نشاهد